الحاجه نوال جت حسن عبد الرحيم، هي الام المساليه على محافظه القاهره، وانا ابنها الاكبر احمد حسن علي دكتور صيدلي. هي الحاجه قصه كفاحها طويله جدا، ابتدت لما جوزها توفى في حادث وهي كانت عندها 36 سنه وكانت حامل في اخوها الاصغر. هي رفضت الجواز في خلال السنين دي كلها، وحاولت ان هي تربينا بقدر المستطاع. تتصور حضرتك واحده حامل وجوزها توفى، طبعا كان موضوع شق جدا. رفضت الجواز في خلال السنين دي كلها، وكان همها الاول والاخير ولادها. مش عايزه اتدخل على عيالها، حد يكسرهم نفسيا او حد يتحكم فيهم او يحس ان هي يعني مش بيقوم بدور الاب معاهم. الحمد لله كانت بتقوم بدور الاب والام، ووصلتنا كلنا البر الامان. انا دكتور صيدلي، اخت الاكبر مني دكتوره بشري، واخويا الاصغر مهندس مدني، والحمد لله يعني ما قصرتش معانا في اي دور ولا اي واجب، وهي السبب في كل اللي احنا فيه دلوقتي. كانت شغاله مدرسه، ووالدي المتوفي كان محاسب. عندها كم سنه؟ هي عندها 70 سنه. انا شفت الاعلان على الويب سايت، فالحاجه ما كانتش تعرف. انا حبيت ان انا اعمل لها مفاجاه، فقدمت من غير ما تعرف، لحد ما حد اتصل عليها وتواصل معاها، وهي طبعا كانت فرحتها بالدنيا كلها، ان هي حست ان حد من ولادها قدر ان هو يحقق لها حاجه هي كانت نفسها فيها من زمان.